أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. خطوات متسارعة سارت بها مصر خلال الأعوام الستة الماضية، سواء على صعيد الإصلاحات الاقتصادية المحلية أو على صعيد إعادة الريادة المصرية في القارة الإفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الليلة سنستعرض أبرز الإنجازات التي تمت في قطاع البترول والثروة المعدنية، وهذا سيكون مع ضيفي المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. كما سنلقي الضوء على الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية الإفريقية خلال الفترة الماضية، وسيكون ذلك مع ضيفتنا الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة في الاتحاد الإفريقي. طوال السنين اللي فاتت كلها لا نستطيع ان احنا نعمل تنقيب عن الثروات اللي موجودة في البحار في مياهنا الاقتصادية. احنا لما عيننا الحدود مع قبرص اتاح لنا ان احنا نعمل تنقيب في المياه الاقتصادية بتاعتنا، فطلع غاز او حقل بحر. أهلا بكم. شهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من شهر يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، أي خلال ست سنوات، شهد تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود المبذولة لعودة الاستثمارات مرة أخرى إلى مصر. خلال هذه الفترة تم تنفيذ 115 مشروعاً في ستة قطاعات، 37 منهم كانت في قطاع إنتاج الغاز والزيت، 31 مشروعاً في خطوط الغاز، إضافة إلى 31 مشروعاً في مجال الخام والمنتجات. وطبعاً كانت هناك قطاعات أخرى كما كان مبيناً، ونتيجة لهذه المشروعات كان للقطاع مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بمصر، حيث بلغت مساهمة قطاع البترول والغاز عام 2018-2017 27% من إجمالي الناتج المحلي. كما نجح القطاع في تحويل معدلات نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى 20%، كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير. مساهمة طبعا القطاع كانت بسبب الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الغاز والبترول في جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، حيث تم طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، مما أسفر عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، وأيضا توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية لحفر 351 بئرا. في الحقيقة يعني مجهود وعمل كثير على هذا الصعيد. أيضا تم تنفيذ 8 مشروعات لتنمية الحقول المكتشفة خلال هذه الفترة. الأول مشروع تنمية حقل ظهر، وهذا من أبرز الحقول المصرية وأكبرها، يصل معدل الإنتاج إلى 2,700,000 قدم مكعبة يوميا. الثاني مشروع تنمية حقل نورس، وينتج 1,100,000,000 قدم مكعبة من الغاز يوميا، وطبعا هو أيضا من الحقول المهمة جدا لهذا القطاع وللاقتصاد المصري. ثالثا مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط، ينتج نحو 350,000,000 قدم مكعبة من الغاز و10,000 برميل من المتكثفات. المشروع الرابع هو مشروع
تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، وبدأ الإنتاج التجريبي من حقلين في مارس 2017 بمعدل 700 مليون قدم مكعبة من الغاز، ومن المقرر أن يكون هناك إنتاج من حقلين آخرين في ديسمبر 2020 يعني نهاية هذه السنة بمعدل 850 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز. نذهب لمشروع المرحلة التاسعة باء بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، وينتج نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي و 5000 برميل يوميا من المتكثفات. سادسا، مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، حيث تم الإنتاج من 3 آبار من أصل 6 بمعدلات تصل إلى 235 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و 1700 برميل من المتكثفات يوميا. نذهب للمشروع السابع وهو مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة باء، وينتج نحو 90 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ثامنا، مشروع خط أنابيب نادكو الجميل بالدلتا، وينقل نحو 700 مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج حقل نادكو إلى محطة معالجة الجميل. طبعا هذه الاكتشافات والاستثمارات الجديدة أسهمت في تأمين امدادات الوقود محليا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قدرت احتياجات السوق المحلي خلال تلك الفترة بنحو 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 5,100,000 وحدة سكنية ليصل الإجمالي إلى 11,300,000 وحدة سكنية. كما تم زيادة مراكز توزيع اسطوانات البوتاجاز بنحو 200 مركز ليصبح الإجمالي 3,064 مركزا على مستوى الجمهورية. ونتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الأسعار، فقد حدث انخفاض في استهلاك السولار بنسبة 12% وبنزين فئة 80 بنحو 23%، وزاد متوسط مبيعات الغاز الطبيعي للسيارات بنحو 65%. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا عن أبرز إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية، حاولنا فيه حصر أبرز وأهم ما تحقق خلال الفترة. شكرا لكم. أهلا بكم من جديد. بعد العرض الذي يعني عرضناه عليكم منذ قليل، نتعرف على تفاصيل أكثر لإنجازات قطاع البترول والتي استطاع تحقيقها خلال الفترة الماضية، وهذا من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة، المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. مساء الخير مهندس مدحت، وسعداء جدا لمشاركتك معنا في هذا اللقاء. بداية، قطاع البترول كان في مقدمة القطاعات التي حققت طفرات وقفزات هائلة وواضحة في السنوات الأخيرة، السنوات الست الأخيرة. نحب أن نعرف يعني إلى أي مدى نعزو هذا التغير إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف. في البداية، قطاع البترول حقق في الست سنوات السابقة إنجازات غير مسبوقة في محاور متعددة من أنشطة قطاع البترول المصري، أثمرت على نتائج باهرة يمكن لم تتحقق تلك النتائج من قبل. دي أدت إلى ثمرة هذا النجاح، أدت
نجاحات كبيرة جدا أثمرت على تحقيق اكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، استمرار الانتاج، معدلات الانتاج من الزيت الخام والنفط والمتكثفات، تحقيق تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية بدون اختناقات أو أزمات أو خلافه. العديد من الاستثمارات تم جذبها إلى السوق المصري، تخطت ال 25 مليار دولار في استثمارات متعددة في جميع نواحي الاستثمار في قطاع البترول. قطاع البترول تحول إلى من الشكل النمطي إلى الدخول في السوق العالمي من خلال تحوله إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة نتيجة مشروعات متعددة من مواني بترولية جديدة، مستودعات بترولية ومستودعات مشتقات البترولية للمنتجات البترولية متعددة في مناطق متعددة في مصر. ده أدى وجود وفرة من الغاز ووفرة من المنتجات البترولية بيتم تصديرها، أدى إلى وجود هذا المحور الإقليمي لمصر تبوئته، وكان ده كانت بقورة تحول مصر إلى هذا المكانة العالمية المحورية الإقليمية. إيه النتائج؟ كل ده اتحقق إزاي؟ بداية كانت في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بقيادة، تولى الأمر وتولى قيادة المفاوضات مع الشركاء الأجانب الرئيس السيسي بصفة شخصية، لأن كان الأمر يتطلب قرارات سيادية يعني قوية، كان الأمر يتعلق بسداد مديونات المتأخرات القطاع البترول على اللي هي تعدت 6.3 مليار دولار. كمان كان الشركاء الأجانب عندهم مشاكل في تسعير التركيبة السعرية لمعادلة شراء الغاز من الشركاء الأجانب اللي كانت بتشتريه مصر. المهم كانت عايزة يعني ثقل في إدارة المفاوضات، دي تمت بفضل القيادة السياسية والرئيس السيسي بنفسه تعهد الشركاء الأجانب إن هو إذا لم يلتزم قطاع البترول بسداد تلك المطارات هو هيقوم بسدادها بصفة الدولة مش قطاع البترول فقط، وكان ده نوع من الضمان الكبير جدا للشركاء الأجانب، أدى إلى اكتزابهم مرة أخرى باستثمارات كبيرة جدا بعد كان في تخوف كبير جدا من الفوضى اللي كانت موجودة في مصر. طبعا الأمن والاستقرار اللي تحقق بفضل القيادة السياسية واستتباب الأمور بهذا الشكل اللي احنا فيه النهاردة، ده كان أحد أسباب هذا النجاح الهائل اللي حققه قطاع البترول. فده دور القيادة السياسية اللي أدت إلى هذه الطفرة اللي حصلت في قطاع البترول بتلك الإنجازات الضخمة اللي اتحققت في فترة الست سنوات السابقة. وبالفعل صدقت وعود الرئاسة المصرية أنه كنا ملتزمين بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والحقيقة الأمور بدأت تسير بشكل جيد جدا وسلس، وزادت ثقة المستثمرين الأجانب بالذات في هذا القطاع، لأنه كان في فرص أيضا، ما ننكرش أنه الاكتشافات الجديدة كان ليها دور كبير. هل يمكننا أن نقول بأنه حقل ظهر هو يعني اللي ساعد على تحقيق هذه الطفرة أو القفزة في قطاع البترول المصري؟ حقل ظهر طبعا هو الاكتشاف الأكبر على مستوى البحر المتوسط، هو الاكتشاف الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ده كانت نتيجة الجهود اللي بذلها برضو القيادة السياسية في ترسيم الحدود مع الدول المجاورة لمصر. وطبعا كانت حدود حقل ظهر كانت مرتبطة بقبرص، وكانت اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص كان جهد كبير جدا قامت بيه برضو القيادة السياسية، وبفضل العلاقات الودية بين مصر وقبرص واليونان كان ده دور برضه سياسي في المقام الأول. قد لا يتصور البعض أن حقل ظهر كانت نتيجة هذه الجهود السياسية اللي بذلتها القيادة السياسية المصرية في ترسيم الحدود على وجه السرعة، وبالتالي تحقق هذا الاكتشاف الضخم، خصوصا أن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاكتشافات في المياه العميقة كانت بتتخوف جدا من الاستثمار في المناطق الحدودية، وخصوصا إذا ما كانش في ترسيم حدود بين الدول. الاتفاقية ترسيم الحدود اللي تمت مع قبرص في هذا الشأن أدت إلى ثقة المستثمر الأجنبي في
الاستثمار الضخم في المناطق الحدودية واللي أثمرت على حقل زهر. النهاردة إنتاج حقل زهر وصل إلى أكثر من إلى 3 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، يعادل تقريبا في حدود القرب ال 50% قرب أو أقل من ال 50%، لكن قرب ال 50% من إنتاجنا من الغاز الطبيعي. تخيلي طبعا هل تلك البشارة في وجود مخزون ضخم من الغاز الطبيعي، وكان ده شيء متصور ولكن ما كانش مؤكد، لكن اكتشاف حقل زهرة ادى للمستثمرين الأجانب فكرة ان الأراضي المصرية تنوء بكميات ضخمة جدا واحتياطي ضخم جدا من الغاز الطبيعي، ادى الى تكالب الشركاء الأجانب مرة اخرى الى ضخ المزيد من الاستثمارات في تلك المناطق الحدودية في المياه العميقة المصرية. وان شاء الله هنشهد اكتشافات قريبة جدا، وان شاء الله هنشهد اكتشافات قريبة جدا في مجال انتاج الزيت الخام، وده اللي احنا بنأمله ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد الطاقة بصفة عامة. يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات البترولية وليس الغاز فقط. قريبا جدا هنصل الى الاكتفاء الذاتي. احنا كان مخطط في 21-22 ان مصر هتحقق الاكتفاء الذاتي من كافه المنتجات البتروليه، لولا يمكن هيحصل تاخير جزء بسيط نتيجه احداث كورونا اللي بسببها توقفت كافه المصانع المنتجه للالات والمعدات المختلفه، فيمكن يحدث تاخير بسيط في هذا البرنامج الزمني المحدد لوصول مصر الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البتروليه، وده بفضل مشروعات ضخمه جدا بتتعمل النهارده في اسيوط وفي الاسكندريه وفي طبعا في مسطرد اللي هي احد الاليوبيه احد مراكز الاليوبيه، وفي طبعا في السويس، وفي مشروع ضخم جدا في البحر الاحمر بشركه البحر الاحمر في منطقه السخنه، وفي مشروع ضخم جدا مزمع انتاجه في منطقه العلمين. وده هتلاقي هنا معناها ان مصر بتتوسع اقليميا وحدوديا في مجال انتاج النفط وانتاج المنتجات البتروليه وتعظيم القيمه المضافه من استخدامات الغاز الطبيعي في العديد من الاستخدامات المختلفه، وهو الاستعاضه بالغاز الطبيعي محل المنتجات البتروليه السائله لتعظيم القيمه المضافه من الغاز الطبيعي المصري. وده فكر اقتصادي سيثمر ستؤدي ثماره الى نتائج باهره في القريب العاجل ان شاء الله. الحقيقه الملفت للنظر هو تحويل معدلات نمو قطاع الغاز من سالب 11% الى 20%، يعني كان نمو محترم جدا ومعتبر في عدد سنوات قليل. حضرتك كيف تنظر للمستقبل خاصة مع طرح مزايدات في مناطق جديدة البحر الأحمر؟ ممكن يكون المستقبل شكله إيه في ظل هذه التغيرات؟ طبعا التركيز الاول في قطاع البترول هو مركز نحو اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه العميقه في منطقه البحر المتوسط، لان دي يعني بشايرها قويه جدا، ولكن قطاع البترول بيتوسع في جميع مناطق الجمهوريه. عشان كده كان ترسيم الحدود برضو بين مصر والسعوديه ده كان يعني فكره نشات لتعميق فكر البحث والاستكشاف في مناطق البحر الاحمر في المياه الحدوديه والمياه الاقليميه. وعشان كده مصر يعني اتبعت اسلوب جديد جدا في عمليه البحث والاستكشاف، بان هي يعني ابتدت تعمل المسح السايزمي والدراسات الجيولوجيه قبل طرحها على المستثمرين الاجانب، والفكره دي نجاح باهر جدا. في النهارده يعني اصبح هناك العديد من الشركات الاجنبيه اللي مهتمه بالبحث والاكتشاف، وتم توقيع اتفاقات بالفعل في هذا المجال في البحث والاكتشاف في مجال في منطقه البحر الاحمر، ودي مؤشراتها قويه جدا، وخصوصا لو نعرف ان هي من الشركات اللي تقدمت بالفعل وتم توقيع الاتفاق معاها، هي من كبرى الشركات العالميه في انتاج النفط والغاز. ولكن زي ما شفنا اكتشافات اخيره في منطقه الصحراء الغربيه، وده اكتشاف ناجح جدا، وده دليل برضو ان ما زالت الصحراء الغربيه تنوء باكتشافات ضخمه جدا، وان شاء الله ستشهد طفرات كبيره جدا في انتاج النفط في منطقه الصحراء الغربيه.
التوسع هنا قطاع البترول مش بيكتفي في مناطق محددة، ولكن هو التوسع في كافة مناطق الجمهورية، سواء في المياه العميقة، في المياه الضحلة، في الأراضي، في الأنشور، في الأراضي الصحراوية، في كافة المناطق، في سواء الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، في سيناء، في كل المناطق دي محل بحث واهتمام كبير جدا من قيادات قطاع البترول. والمنصدر المرلى إدى تصريحات قبل كده إن هو بيدي ضمانات للشركات الأجنبية في البحث والاكتشاف في مناطق البكر، ان هو يعني بيدي امتيازات معينة، لان المناطق البكر بينوء عنها الشركاء الأجانب في البحث والتنقيب، لانها بتتطلب مصاريف كبيرة. فهيدي يعني ادى يعني اسلوب تفاوضي معاهم كان ناجح جدا في جذب الشركات العالمية الكبرى في مناطق البكر. مهندس مدحت يوسف، شكرا على هذه الرؤية. دعنا نتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار مع حضرتك. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا لمتابعة مال وأعمال بعد لحظات قليلة جدا. أهلا بكم من جديد، وأجدد التحية بضيفي الليلة المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. وطبعا الحديث يتواصل عن الإنجازات الكبيرة المحققة في قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر خلال السنوات الأخيرة. نحب نتكلم في هذا الجزء مهندس مدحت عن مسألة تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، وأيضا طبيعة التفاهمات التي تمت مع الدول التي تشترك معنا في الحقول على البحر المتوسط، والتي يعني ساهمت في تحقيقنا لهذا الإنجاز بأن نكون دولة المقر في منتدى الطاقة. بص يا استاذه دينا، مصر طبعا الطبيعه الجغرافيه بتاعتها كموقع جغرافي متميز جدا، بيربط الشرق بالغرب، في وجود قناه السويس، في سهوله تداول، في سهوله تواصل المنتجات البتروليه من خلال امكانيات موجوده بالفعل داخل مصر، زي مثلا مستودعات خط سومد اللي بتربط نفط الشرق بنفط البحر المتوسط ودول اوروبا ودول أمريكا. هو ده المسار الطبيعي لسلوك النفط عالميا. مصر كمان نتيجة الاكتشافات الغازية الأخيرة اللي تمت في منطقة شرق البحر المتوسط، كان اكتشافات توقفت، اكتشافات تمت في قبرص، وتمت في إسرائيل، وتمت أجزاء في بعض يعني في هناك نتائج مبشرة بوجود بعض الاكتشافات في سوريا وفي لبنان. لكن كان الغاز القبرصي بالذات كان بعد إنتاجه توقف عملية تنميته وعملية نقله نتيجة عدم توافر أسلوب نقله إلى المستهلك النهائي. وطبعا قبرص لا تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وكان اتجاهها هو تصدير، وطبعا ودول الجوار برضو الأخرى. فكان المسار الوحيد لتلك الدول لنقل الغاز الطبيعي ليهم إلا عن طريق التسهيلات المصرية اللي كانت موجودة في مصر. التسهيلات المصرية بالنسبة للغاز الطبيعي في مصر، مصر عندها إمكانيات ضخمة جدا، عندها محطتين إسالة، عندها مواني بترولية، مواني لنقل الغاز المسال من في مدينة إدكو وفي مدينة دمياط، عندها الربط بخطوط الأنابيب مع العديد من دول الجوار. ما ننساش ان مصر هي دولة محورية في الاساس، لان هي دولة بتنقل الغاز الطبيعي المصري الى الاردن ومن الاردن الى سوريا، وكان ده خط الغاز العربي. النهارده مسار الدول الاخرى واكتشافاتها اللي تمت في منطقة شرق المتوسط ما لهاش مسار حاليا لتصدير هذا الغاز الا عن طريق مصر. ارتبط طبعا الكلام ده مع اليونان، كانت اليونان مهتمية جدا برضه بموقع مصر الجغرافي، عشان كده كان في سلسلة من التفاهمات مع القيادة السياسية المصرية بنقل الغاز اليوناني اللي هيتم اكتشافه
في القريب بالتسهيلات المصرية تمهيدا لتصديره لأوروبا عبر محطات الإسالة المصرية. من هنا جاء دور مصر المحوري في نقل الغاز للدول الإقليمية المحيطة بمصر عن طريق التسهيلات المصرية وعن طريق المواني التصديرية للغاز المسال المصرية، يتم نقل هذا الغاز وتصديره لدول أوروبا وخلافه. هنا جاء دور محورية مصر ودورها كمحور إقليمي لتداول الطاقة في تلك المنطقة. أساساً إحنا طبعاً أنا اتكلمت قبل كده على بالنسبة للنفط ومشتقاته في وجود تسهيلات الشرق والغرب وتسهيلات منطقة قناة السويس وإمكانيات اللي تم تنميتها بشكل كبير جداً مؤخراً من مستودعات إقليمية يمكن بها نقل المنتجات البترولية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط بسهولة جداً في عملية تبادلات تجارية من للمنتجات البترولية سواء المصرية أو للدول المجاورة. نعم. هنا جاء دور واضح جدا أن مصر دورها محوري لجميع الدول الإقليمية اللي موجودة في مصر. عشان كده لما بدأت التفاهمات بين مصر وقبرص واليونان وكانت نقطة جذب للدول الجوار كلها أن هي يعملوا التفاهمات الخاصة بمنتدى شرق المتوسط، وطبعا كون مصر ليها هذا الدور المحوري الرئيسي فكانت مصر هي أصبحت دولة المقر نتيجة جهودها في تجميع تلك الدول في التعامل التجاري والتقني والتصديري من خلال الأراضي المصرية. نعم. أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق على إعطائنا هذه النظرة الشاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية والطفرات التي تحققت خلال السنوات الستة الماضية. شكراً جزيلاً لك. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. والعلاقات المصرية الإفريقية اتخذت منحى جديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهذا بفضل الزيارات المتتالية له لدعم العلاقات وبالأخص التجمعات الاقتصادية. ما الذي تم في هذا الخصوص؟ هذا ما سنعرفه من خلال ضيفتي التي تنضم إلينا عبر زوم، الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة في الاتحاد الإفريقي. أهلا وسهلا يا دكتور بحضرتك، وسعداء لمشاركتك معنا طبعا من مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. أحب أن أبدأ معك بتحول مسار العلاقات ما بين مصر وإفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، كيف تم؟ أولاً اسمحي لي أشكرك أستاذة دينا على استضافتي في هذا البرنامج، وأحيي السيدات والسادة المشاهدين.
الحقيقه منذ تولي فخامه الرئيس السيسي رئاسه الجمهوريه في مصر وهو يولي افريقيا اهتماما كبيرا جدا، ويؤكد على البعد الاستراتيجي وعلى البعد الاقتصادي والتنموي والعلاقات القويه والراسخه بين الشعب المصري والقاره الافريقيه. قامة الرئيس يعني قام بعدة أدوار الحقيقة قبل توليه حتى رئاسة الاتحاد الإفريقي تؤكد على أهمية إفريقيا بشكل عام ودور مصر في هذه القارة، ودعم أيضا تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال حتى شراكات للقطاع الخاص داخل القارة الإفريقية في مجالات عديدة. وطبعا توجد هذا طبعا برئاسته للاتحاد الافريقي عام كان ثري جدا غني بالانجازات، سواء كان من خلال ملفات ضخمه كبيره تاريخيه مثل ملف منطقه التجاره الحره وإطلاقها واطلاق اليات لتشغيل منطقه التجاره الحره، أو سواء من خلال دعم البرامج التكاملية الخاصة بالبنية التحتية والخاصة بالطاقة، أو من خلال استضافة مصر للمركز الإفريقي الخاص بالإعمار وإعادة البناء بعد الصراعات، أو أيضا الوكالة الإفريقية للفضاء، الوكالة الإفريقية لكفاءة الطاقة. تمثيل القارة الإفريقية في عدد ضخم جدا من الفعاليات الدولية، من طبعا روسيا إفريقيا لأول مرة، اليابان استشاد، المجموعة السبعة في فرنسا، مجموعة العشرين في أوساكا، الصين، بريطانيا حتى في يناير هذا العام، ثم أيضا اهتمام قامة الرئيس بملف الخاص بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي. وترأس يعني فخامته ايضا قمه خاصه للتنسيق ما بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصاديه الاقليميه بهدف التنسيق والتناغم العمل واليات اتخاذ القرار داخل القاره الافريقيه لدعم ثاني القاره ودعم العمل فيها. طبعا كل هذا يعني كان يعني بالاضافه طبعا لعدد كبير جدا من الانشطه، ولا ننسى طبعا رئاسه مصر لمجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي ونشاط دؤوب كان من خلاله ايضا ان اختيرت مصر لرئاسه اللجنه الافريقيه الخاصه بالطاقه والنقل والسياحه اللجنه الوزاريه، وايضا اختيرت مصر لرئاسه وانتخبت لرئاسه اللجنه الافريقيه الوزاريه الخاصه بالمعلوماتيه. يعني الحقيقه واستضافت مصر ايضا الاسبوع الخاص ببرنامج البنيه التحتيه القاري. يعني الحقيقه مش هتكلم كمان على المؤتمرات الضخمه الكثيره ومشاركه الشباب فيها ودعم الشباب الافريقي في كافه المحافل، التدريبات لكل الكوادر في كافه القطاعات اللي استضافتها مصر واللي دعمتها مصر، حقيقة إنجازات كبيرة ومشرفة ورائعة على كل المستويات. بالفعل، والدور المصري سيبقى نشطا لأنه الاتحاد الإفريقي طبعا فيه نظام الترويكا، فيكون الدولة التي تترأس هي موجودة سنة قبلها وسنة بعدها. حقيقي، وده الحقيقة دور مصر هذا العام أيضا دور محوري، يعني حتى في ظل هذه الأزمة العالمية وجائحة كورونا مصر تقوم بدور بطولي من خلال أكثر محور. يعني في أواخر مارس ثورة يعني الإعلان عن الجائحة، قامة الرئيس مع رؤساء الأفارقة اللي هو مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشاركة قوية جدا والدعم صوت إفريقيا والدعم احتياجات إفريقيا يعني في هذه المرحلة الحرجة جدا من مع مجموعة العشرين، تنسيق مع كافة الأجهزة ومع كافة المؤسسات الدولية لدعم أيضا إفريقيا، الدعم المالي التنموي لإفريقيا وإنشاء صندوق خاص بمكافحة آثار جائحة كورونا والتعافي منه. مصر أسهمت إسهام ضخم جدا وهي أربع المساهمين في هذا الصندوق على المستوى الحكومي والقطاع الخاص المصري أيضا. هو ما حصة مصر في هذا الصندوق يا دكتورة؟ نعم، ما حصة مصر في هذا الصندوق؟
الصندوق الخاص بكورونا؟ مش حصه مصر، هي المساهمه. احنا لسه او المساهمه المصريه. المساهمه المصريه على اكثر من صعيد الحقيقه، يعني خليني بلاش اجاوب دلوقتي حتى عشان ما اديش ارقام غير دقيقه، لانه في اكثر من مرحله، فحينما يعني يكون عندي الرقم النهائي يمكن اشارك حضرتك. دكتوره اماني ابو زيد، ارجو ان تبقي معنا، سنخرج للحظات قليله جدا ثم نواصل هذا الحديث، وطبعا ملفات مهمه عن البنيه التحتيه والمعلوماتيه والرقمنه في افريقيا، ارجو ان تبقي معنا. مشاهدينا أحييكم مرة أخرى وأجدد التحية بضيفتي الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، تنضم إلينا عبر الهاتف. دكتور أماني، أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. وأزمة كورونا الحقيقة كشفت يعني عن بدائل ربما كثيرة عن المصدرين التقليديين، والقارة الإفريقية دائما تتحدث عن اقتناس الفرص. كيف يمكن أن نستثمر هذه الأزمة لصالحنا، لصالح الدول الإفريقية والتي ترغب في التصنيع وبالتالي التصدير؟ اولا لازم اقول حاجه في الاول، القاره الافريقيه بفضل الله ما زالت تسجل اقل اعداد في المصابين بجائحه كورونا في العالم. ويعني في العلماء في حيره ليه، برغم يعني انه الظروف ربما كانت او التوقعات كانت غير كده، ولكن لم يذكر احد، وانا هنا يعني باكد عليها، لم يذكر احد انه على عكس دول كثيره في العالم منها دول عظمى، الدول الافريقيه ومنذ اعلان اليوم اعلان جائحه كورونا اتخذت مواقف صارمه واجراءات احترازيه كبيره وشديده، وتكلمت القاره كلها بصوت واحد وتعاملت مع هذا الامر بمنتهى الجديه منذ اول يوم. فالحقيقه برضه هي فرصه ان احنا نحيي كل الحكومات الافريقيه على هذا الموقف الرائع المشرف. ثم اتحدت القاره كلها لاتخاذ اجراءات عاجله للقاره كلها، وانا تحدثت من قبل على رئاسه الاتحاد الافريقي ومكتب الرئاسي للاتحاد الافريقي الذي يضم الثلاث رؤساء، وازاي انه بيتم صياغه استراتيجيه مكافحه جائحه كورونا وايضا استراتيجيه التعافي من اثار هذه الجائحه، وتم تنفيذ استراتيجيه في زمن قياسي، وتم انشاء ايضا الصندوق الافريقي الخاص بمكافحه اثار جائحه كورونا. فدي برضه فرصه لازم نقول ان قارتنا واتحادها يعني كانوا اداء ومشارك في هذا المجال. اما فيما يخص بقى سؤال حضرتك تحديدا، الازمه كورونا، الازمه العالميه، تحمل في طياتها ايضا فرص كبيره جدا للقاره الافريقيه. ويعني والنهارده انا كنت بتكلم فيها مثلا مع وزراء الافارقه للسياحه في ظل طبعا يعني طبعا سلاسل التوريد في العالم كلها توقفت، منتجات كثيره سواء كانت التصدير او الاستيراد توقفت، فهي فرصه رائعه لدعم التجاره الافريقيه، التجاره البينيه الافريقيه. نعم. وابتدينا في الاول خالص بان احنا طبعا في الاسابيع الاولى ان احنا ندعو كل المصنعين داخل افريقيا في التعامل يعني توريد داخل القاره المستلزمات الطبيه العاجله والادويه والفرق الطبيه، وهذا ما تم بالفعل. نعم. واظن كلنا تابعنا دور مصر ايضا في دعم الدول الافريقيه بمساعدات طبيه في وتابعناها الفتره الاخيره. ايضا عملنا نداء لكافه الدول الافريقيه انه تفتح مطاراتها لتوريد المنتجات او الادوات الحرجه اللازمه للانتاج او المواد الطبيه والادويه
وفتح اللي هي الممرات الإنسانية للأطباء. نعم. وكانت مصر للطيران أيضا من أوائل الشركات التي أعلن استعدادها التام لقيام بهذا الدور، وهو أيضا دور مشرف لمصر. فالحقيقة دلوقتي كمان يعني مش بس بنتكلم على المساعدات الطبية أو التجهيزات الطبية، ولكن بنتكلم على التجارة البينية. صحيح. فرصتنا ضخمة جدا، لأن احنا شفنا ازاي في ظل الأزمات يعني القارة ممكن تصبح هشة، أو تعاملها مع العالم ممكن ينقطع نتيجة أي ظروف خارجية. بالضبط. أنا ذكرت لحضرتك من شوية السياحة، والسياحة أيضا يعني السياحة في العالم كلها طبعا توقفت تقريبا. بلادنا الأفريقية بتعتمد على السياحة، هي ركن أساسي في الاقتصاد الأفريقي، وتشغيل أكثر من 20 مليون أفريقي تمثل ما بين 8 ل 10% من الناتج الأفريقي، بتشغل ما بين 6.5% لقوة العمل الأفريقية إلى 20% لبعض البلدان. النهاردة كل الوزراء الأفارقة قالوا دي فرصة إفريقيا إن احنا نشجع السياحة الداخلية والسياحة البينية الإفريقية. نعم. والسياحة البينية الإفريقية دلوقتي على قمة أولويات القارة، لأنه الاعتماد على سوق واحد وهو السوق الخليجي أو الغربي أو الدول الأخرى ده ربما زي ما شفنا، وزي ما شفنا في مواقف عديدة لظروف عديدة ينقطع. فكل الوزراء الأفارقة النهاردة الاهتمام كله والأساسي هو بالسياحة البينية الأفريقية. فالحقيقة الجائحة ربما تمثل لنا في طياتها فرص كثيرة لأمور كثيرة، منها التجارة البينية، ومنها طبعا السياحة البينية، واستخدام شركاتنا ومؤسساتنا وقطاعنا الخاص داخل القطاع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الإفريقي، على وجودك معنا، وطبعا هكذا نصل معكم لنهاية لقائنا الليلة في مال وأعمال. شكرا جزيلا لكم.